بسم الله. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن إزاي إن أنا أقدر أحول المحاضرة بتاعتي من سلايدز على الباوربوينت الفيديو بدون ما أستخدم أي برامج تانية. كله هيتم عن طريق برنامج الباوربوينت، مش محتاج أي برامج تانية إن أنا أعملها. أقدر أضيف على المحاضرة بتاعتي الصوت، وأقدر أضيف فيديو ليا كمان وأنا بشرح جنب المحاضرات بتاعتي، لأن إحنا عارفين أغلب المحاضرات بتاعتنا بتبقى معمولة سلايدز على الباوربوينت، فانا مش محتاج حاجة تاني عشان اقدر ان انا احولها الفيديو بحيث ان انا اقدر ارفعه للمهتمين بالموضوع سواء كانوا طلبة او اي ناس تانية على الانترنت. فانا لو جيت فتحت محاضرة زي اللي موجودة عندي دي دلوقتي، انا عايز اسجلها كأن انا بشرح بالظبط في المحاضرة. فانا بعد ما افتح المحاضرة خلاص هي بالنسبة لي معمولة سلايدز وجاهزة، فانا اروح على السلايد شو وابدا اعمل ريكورد للسلايد شو بتاعي. في المرحله دي انا هعمل حاجه مهمه، ان انا هحدد الوقت اللي هتتعرض فيه كل سلايد، زائد ان انا هضيف الصوت وكمان اقدر اضيف الفيديو على السلايد اللي موجود عندي. فلو انا جيت عملت ريكورد فروم بيجينينج هيبدا يجيب لي الشاشه دي، هيبدا هنا ده المايك بتاعي اقدر ان انا اشغله او ان انا الغيه، وكذلك دي الكاميرا بتاعت الفيديو اللي موجوده عندي. هنا في حاجتين، انا ممكن اسجل المحاضرة مستمر كونتينوس ورا بعضها كاملة، وممكن اسجل بس الفيديو اللي هو كان الصوت او الصورة بتاعتي على كل سلايد لوحدها، سلايد سلايد. فانا مثلا لو جيت بدأت دي اول سلايد خلاص تمام، اتأكد ان انا الاعدادات بتاعتي المايك شغال بتاعي والكاميرا وهي باينة بالنسبة لي هنا، واقدر الغيها من هنا، اقدر ان انا يبقى مسجل بالنسبة لي صوت بس تمام، واقدر ابدا اعمل له ريكورد. تمام، ريكورد هنا انا هبدا اسجل كأن انا بالظبط موجود في المحاضره وبتكلم وانا بقلب السلايدز اللي موجوده عندي مع الشرح اللي موجود عندي. فانا ممكن ببساطه خالص اروح اعمل ريكورد. تمام، هيبدا يعد على الجزء اللي موجود عندي دلوقتي وهو بيسجل الفيديو ده والكلام ده على السلايد الاولانيه، وليكن ان انا بقول عنوان المحاضره مثلا كذا والمحاضر اللي موجود عندي او اللي هيقدم المحاضرة، اقدر اكمل واضغط اجيب السلايد اللي بعدها وابدا اكمل شرح. لو احنا بنتكلم على الليرنينج يعني للماركوف ديسيجن بروسيسز تمام، واقدر ان انا افضل اقلب واتكلم مع الجزء اللي هو موجود عندي ده كله. خلصت تمام، اقدر ان انا اجي اعمل ستوب للجزء اللي موجود عندي. مجرد ما انا عملت ستوب بيبدا يحط الجزء او الفيديو الخاص تمام بكل سلايد زي اللي موجود عندي. انا لو جبت اول سلايد خالص اهي اقدر اجي اعمل له ريبلاي، هيعرض لي دي مع الفيديو بالصوت اللي انا عملته. مثلا لو انا جيت عملت بلاي السلايد اللي بعدها وابدا اكمل شرح. لو احنا بنتكلم على الليرنينج يعني للماركتنج تمام، اقدر خلاص خلصت تسجيل على المحاضرات بتاعتي او السلايدز بتاعتي كلها تمام، اقدر ان انا اقفل. تمام، انا عندي هنا مثلا 3 سلايدز او 4 سلايدات انا سجلت اهو، مجرد الصوت والصورة بتوعي يبانوا على الجزئين التانيين اللي موجودين عندي دول. طب انا نسيت والله السلايد رقم 3 دي ما عملت لهاش حاجة، فاروح اقول له والله ايه ريكورد من الكرنت سلايد، هات السلايد دي اهي تمام، هلغي الصورة خالص تمام، وابدا اعمل عملية ريكورد مش هيأثر على الحاجات بتاعت السلايد الاولانية والتانية اللي موجودة عندي. فانا هاجي والله اقول ستارت ريكورد تمام، وهشرح اهو، هقول والله الليرنينج اللي موجود عندي ده عبارة عن نوعين، سوبرفايزد ليرنينج كذا وانفورسمنت ليرنينج، وابدأ اشرح كل واحدة فيهم. وبعد ما خلصت خالص هروح اقول له ستوب تمام. يبقى انا كده سجلت صوت على السلايد اللي هي موجودة عندي دي، وعلامة الصوت موجودة عندي تمام، يبقى ده الصوت واقدر اشغله واسمعه واعمل كل حاجة موجودة عندي. يبقى انا ضفت او البرنامج بتلقائي يضاف صوت وصورة لو انا حابب على كل سلايد من السلايدات اللي موجودة عندي. طب انا عايز الفيديو بقى عشان ارفعه،
فهروح والله اقول له فايل اكسبورت واقول له كرييت ا فيديو. هنا بحدد الجودة بتاعة الفيديو، يعني 480 يبقى كويس قوي طبعا، على عشان الفيديو ما يبقاش حجمه كبير بالنسبة لي. واقول له هنا ايه يوزر ريكورد تايم تايمينج اند ناريشنز اللي انا عملتها. لو انا عايز اعمل لها بريفيو قبل ما اصدر الفيديو اقدر اعمل لها بريفيو، هيبدأ ايه يشتغل ويعمل لي الفيديو. طب ايه الجزء الاخير ده؟ لو انا مثلا رجعت هنا، انا كان عندي السلايد الاخيره دي انا ما سجلت لهاش حاجه، تمام؟ فهو المفروض هيعرضها في زمن قد ايه؟ هو ده الزمن، تمام، اللي البرنامج هيحدده لاي سلايد انت ما حطيتش عليها صوت، ما عملت لهاش ريكورد، فبالتالي هو هيعرضها 5 ثواني في وسط الفيديو بتاعي. واقدر اعمل كرييت فيديو، تمام، في الديسكتوب تيست 1 ام بي 4، مش هياخد وقت طويل يعني، تمام. لو انا رحت على الديسكتوب هلاقي الفيديو بتاعي. تمام، اقدر بقى خلاص ارفع الفيديو ده على اي منصة بتاعت فيديوهات، سواء كان يوتيوب او جوجل درايف او اي حاجة من الحاجات اللي موجودة عندي.